We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran The language of our beloved Muhammad The last prophet sent from Allah, from Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نحن في الفصل الخامس نتكلم عن فضائل العلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على رسوله القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم وصدق من قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه فقال باب العلم قبل القول والعمل وهذا نموذج من بعض أقوال السلف عن فضائل العلم ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الحسد وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا فحرم الحسد في أمورنا كلها إلا في شيئين اثنين فهما المال والعلم فقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله tunaongelelea fadhila za elimu amesema ukweli aliyesema anayetaka dunia ajilazimishe na elimu na anayetaka akhera ajilazimishe na elimu Na miongoni mwa fadhila za elimu, Allah ameharamisha husda na vile vile mtume wake. Akasema, ama wanawahusudu watu kwa yale waliopewa na Allah miongoni mwa fadhila zake. Na akasema, na mnajikinga kutokana na hasidi atakapo husudu. Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wameharamisha husda kwa mambo yetu yote ila kwa mambo mawili tu. Kwa mtu aliyopewa mali na Allah akawa anayatoa usiku kwa mchana. Na mtu aliyopewa Qur'ani na Allah akawa anaitekeleza usiku kwa mchana. Ameipokelea Bukhari na Muslim. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In front of you are class 4s ready to present a song entitled Goodbye Candidates. Welcome. So now it's time to say goodbye to our friends moving on. And after many years of being here, we'll be sad when they're gone. This is our leave us song. We're proud of what you've done. Go from here with confidence for all the things to come. This is our leave us song. We're proud of what you've done. Go from here with confidence for all the things to come. We're proud of what you've done. Many happy times we've had and many songs we sang together. But this is our leave us song. We're proud of what you've done. Go from here with confidence for all the things to come. For all the things to come. For all the things to come. Kwaherini nyote, kwaherini. Akipenda Mola tutaonana. Awalinde nyote maishani. Kwaherini nyote, kwaherini. Twawashukuru.
الشيك مدح المدرسة. أهلا وسهلا. يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي. يا مدرستي يا أغنيتي يا أجمل لحن في شفتي. كل صباح تجدؤ لغتي، كل صباح تجدؤ لغتي. فلتحيا تحيا مدرستي، فلتحيا تحيا مدرستي. عند الجرس ألزم صفي، أشبه كف رفيقي بكفي. عند الجرس ألزم صفي، أشبه كف رفيقي بكفي. أن أنشد مع كل صحابي، أن أنشد مع كل صحابي. لبلادي أنواع أغنيتي. فلتحيا تحيا مدرستي، فلتحيا تحيا مدرستي. وقت الدرس أزم صمتي كيما أصغي لمعلمتي. وقت الدرس أزم صمتي كيما أصغي لمعلمتي. وإذا سألت أرفع كفي، وإذا سألت أرفع كفي. وبأدب ألقي أجوبتي. فلتحيا تحيا مدرستي، فلتحيا تحيا مدرستي. بعد الحصص وقت الراحة، لا أرمي شيئا في الساحة. بعد الحصص وقت الراحة، لا أرمي شيئا في الساحة. فأنا دوما جيت نظيف، فأنا دوما جيت نظيف. وأحب نظافة مدرستي. فلتحيا تحيا مدرستي، فلتحيا تحيا مدرستي. أما إذا ما عدت لبيتي أبدأ في تنظيم الوقت. ثم إذا ما عدت لبيتي أبدأ في تنظيم الوقت. أنهي درسي حين ألعب، أنهي درسي حين ألعب. وأساعد دوما والدتي. والفضل يعود لمدرستي، والفضل يعود لمدرستي. نحن أن أصبح بحارا، أخضع أنهارا وبحارا. نحن أن أصبح بحارا، أخضع أنهارا وبحارا. ولهذا أبقى مجتهدا، ولهذا أبقى مجتهدا لتحقق حلمي مدرستي. فلتحيا تحيا مدرستي، فلتحيا تحيا مدرستي. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran. The language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah.